أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة
تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم.